مشاهدينا نحييكم من جديد. تعالوا نتجول في احتفالات المواطنين بشم النسيم ببداية أعياد الربيع. ما زلنا نحتفظ ببعض الطقوس اللي كانت غابت للأسف الشديد، أو على الأقل يعني اختفت بعضها بسبب التركيبة الاجتماعية التي اختفت والعوامل الاجتماعية المختلفة وتنامي التكنولوجيا والتطور الحادث في المجتمع، لكن هي محاولة لاستعادة طقوس اجتماعية. نشوف كيف احتفلوا في الإسكندرية بشم النسيم. It's our second day in Alex. Yes, we enjoy it. Good. Happy Easter, Egypt. Bachi! كان شم النسيم في الأول، وبعد كده رحنا جايين برضه عشان عيد ميلاد واحد من الفرقة من عندنا، فاستغلنا الفرصة يعني. احنا مظبطين نفسنا من امبارح إن احنا هنيجي هنا نقضي عيد ميلاد هادي وهايدي، فظبطنا الدنيا خالص وعملناها له مفاجأة، والولاد كده ظبطوها له عشان هم فريق كلهم مع بعض سباحة. وجينا عملنا النهارده اليوم، قلنا يعني نبتدي يوم من اوله، وكان يوم جميل النهارده، كانت الدنيا كمان جميله جدا، المواصلات كانت جميله، الدنيا فاضيه، فجينا يعني لقيت الكابتن والولاد مظبطين له كل حاجه، والحمد لله كان يوم حلو عشان عيد ميلاد هادي وهايدي، فاحنا بنحتفلوا بيه كلنا مع بعض. احنا بس يا ماما، بس يا ماما. كانت مفاجاه كده، وجبنا له هدايا يعني وفرحنا، بس انا جاي عشان اكل التورته بس. والله كان هو يوم اجازه الوحيد اللي احنا بناخده من التمارين، فقلنا نيجي نتلم كلنا كده ونتفسح ونفسح الولاد، لانه خلاص الامتحانات قربت ومش هنلحق نتفسح في الشيخ. جابوا البيض وجهزوه وسلقوه ورسموه بحيث ان هم يعني يعيشوا اليوم يعني. كل سنه وانتم طيبين. جبت الفسيخ والرنجة بقى، وجبت بيض وجبنة، ولميت العيال بايتين ما عندي من امبارح بقى، وصحينا الصبح خدنا سوزوكي وجينا على الجنينة على طول. بنغير عن نفسنا يعني كده، بنطلع من النطاق بتاع الدنيا اللي احنا فيه كل يوم دوت، فبنحاول بقى نطلع نفك عن قلبنا شوية. والله هو يوم جميل بصراحة، ومع الناس كده، وهو أحلى يوم بصراحة، وجبنا فسيخ وجبنا حاجات كده، ويعني نتمنى أن البهجة تستمر.